كل جماهير النادي الاهلي والمحببه الى جماهير النادي الاهلي، ودايما بقول ان هذه البطوله هي الترمومتر الحقيقي للنادي الاهلي ولاعبته في الجمهور واستيعابه لهذا اللقب الكبير جدا واللقب اللي بيحلم بيه كل جماهير الاهلاويه واللقب اللي بيودينا لكاس العالم للانديه. فريق مولانا فريق لو اتكلمنا كتاريخ هنلاقي التاريخ بعيد جدا عن النادي الاهلي، لكن اتكلمنا كفريق حديث الولاده لكن فريق عنيد، فريق صعب قوي، خسر كتير لكن فريق مولانا البطولة اللي فاتت او النسخة اللي فاتت طلع بضربات الجزاء قدام الوداد اللي خد اللقب الماضي. عشان كده بقول ان فريق مولانا مباراة لا يستهان بها ولا يستهان بها. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبته ولجماهيره النهارده لاستاد القاهرة. احنا في قلب الحدث من استاد القاهرة الذي لا ينقصه الا الجماهير، بصراحة حاجة جميلة جدا. لكن الجماهير لما تملى الملعب، كنا بنتكلم انا وضيوف الكرام اللي ارحب بيهم حالا، في وجود الجماهير او التواجد الجماهيري النادي الاهلي وجماهيره بيخضوا اي حد. 5000 متفرج، نتمنى ان شاء الله ان العدد يبقى 40 و50 و60 الف متفرج، جمهور ملتزم وجمهور نموذجي ومثالي في تشجيعه في كل حاجه، استوعب كل اللي فات. عشان كده لازم نديهم ان شاء الله يملوا الاستاد وينوروا الاستادات ان شاء الله. رحب بضيوف الكرام الكباتن الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بك كابتن. كابتن عبد الحميد منور الدنيا. الله يخليك، بدايه موفقه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يبقى يوم جميل جميل علينا جميعا ان شاء الله. ايضا نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن احمد كشري منور الدنيا كابتن. حبيبي يا كابتن ميدو، سعيد ان انا معاكم مع كابتن مصر الكابتن شريف. طبعا عامل ايه جدا؟ كله تمام الله، الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله يبقى يوم حلو على النادي الاهلي ان شاء الله وعلى مصر يا رب يا رب. يعني اقول لك يا كابتن شريف رؤيتك عموما قبل ما ندخل في تفاصيل هذا اللقاء. الحقيقه انت اديت بريفنج جميل جدا ان هذا الفريق مولانا الجابوني فريق حديث الولاده بس يحصل على بطولات وقابل فرق كبيره، يعني قابل الوداد وقابل تونس وقابل كل الفرق اللي هي تقدر يقدروا يبقوا فيه مواجهه ويقدروا فيه احتلال البطولات والوجود والوجدان والشكل والاهداف. انما البطولة دي زي ما انت قلت الجماهير باليوم النهاردة بالإحساس هي بطولة النادي الأهلي، هو الشيء اللي النادي الأهلي دايما بيفرح الدنيا بيه. أكيد وجودنا وبالشكل الجميل اليوم الجميل اللي انتوا عاملينه النهاردة ده كله، أنا حاسس إن أنا في النهائي مش يا رب. في يا رب. مش في البدايات يا رب. إن شاء الله فشايف إن شاء الله أن التركيز من كل العناصر اللي موجودة من أجهزة فنية من مجلس إدارة من جماهير من استوديوهات من الدنيا كلها من مصر كلها حابه ان النهارده النادي الاهلي يقول كلمته وتكون كلمه قويه باذن الله على صعيد ان افريقيا هي ان شاء الله اللي تعوض السنه اللي فاتت اللي احنا كنا الاقرب ليها واحنا اصحاب البطوله دي دايما. يا رب يا رب. يعني زي ما قلت لحضراتكم في بدايه اللقاء ان هي دي البطوله المحببه للنادي الاهلي وجماهيره اللي ما بترضاش باقل من هذه البطوله، وزي ما قلت لكم ان هي الترمومتر قدام جماهير النادي الاهلي خصوصا هذه البطوله اللي بتودينا لكاس العالم للانديه واللي احنا بنفرح بها جدا انا عن نفسي كل الجماهير الاهلاويه. ان شاء الله تبقى هذه البدايه بدايه موفقه للنادي الاهلي ونقول الهارد لك لفريق مونانا، احنا مونانا كلنا ان احنا ناخد هذه البطوله. طيب معايا محمد توفيق من ارض الملعب ومعايا كريم احمد كمان من المقصوره الرئيسيه. اهلا وسهلا بيك محمد توفيق. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن عبد الحميد، برحب بحضرتك وبنجوم الاستوديو التحليلي وكل مشاهدينا في كل مكان. اقل من ساعتين وننطلق ان شاء الله ضربه البدايه نحو البطوله التاسعه زي ما بنقول كلنا شعار النهارده الطريق الى التاسعه. يمكن في اللحظات اللي بكلم فيها حضرتك جمهور النادي الاهلي بيزين المكان المخصص ليه في مدرجات الدرجه الثانيه، يمكن 5000 متفرج قلت حضرتك، اعتقد ان كنا نتمنى يكون اكتر من كده بالرغم ان هم 5000 متفرج بس بيزينوا الملعب. يمكن طاقم الحكام في التوقيت اللي بكلم فيه حضرتك متواجد في ارض الملعب كان ليا حديث معاهم، فخورين جدا ان هم موجودين في مصر وبيحكموا ماتش للنادي الاهلي وبيلتقطوا الصوره التذكاريه لبعض في استاد القاهره. كان ليا لقاء وحديث مطول مع مراقب المباراه كابتن عبد الحكيم الشلماني نجم التحكيم العربي والليبي، يمكن الراجل سعيد جدا انه متواجد في استاد القاهره وقعد يحكي لي على ذكرياته في استاد القاهره وانه ليه مباراه مع النادي الاهلي ما ينساهاش من ضمنها مباراه الاهلي والزمالك في الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا والنادي الاهلي فاز بيها 2-0، وكمان مباراه كاس السوبر في 2001 النادي الاهلي فاز بيها على كايزر تشيفز 4-1. الراجل مبسوط جدا انه موجود وبيتمنى ان شاء الله مصر تفضل في تقدم النادي الاهلي ان شاء الله يحرز البطوله بشكل بغض النظر عن انه النهارده محايد وموجود كمراقب للمباراه. في نفس اللحظات فريق مونانا يمكن نزلوا ارض الملعب
بيشوفوا ارض الملعب وبيتمشوا عليها، بيشوفوا الارض طبيعه الارض. يمكن برضو المدير الفني كان مديهم تعليمات ان هم ينزلوا في ظل تواجد الجمهور عشان الرهبه تروح شويه، لكن اعتقد ان استاد القاهره كان وسيبقى ان شاء الله هو يعني استاد الرعب لافريقيا كلها، وان شاء الله يبقى النهارده بدايه موفقه، وان شاء الله استاد القاهره النهارده يشهد بدايه النادي الاهلي والانطلاقه القويه نحو البطوله التاسعه تحت شعار الطريق الى التاسعه ان شاء الله. اكيد يا محمد خليك معانا عشان تقول لنا على كل جديد ان شاء الله في ارض الملعب. نروح لكريم احمد. كريم اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوم الاستوديو التحليلي هنا من استاد القاهره. الاهلي ومنانا الجابوني اولى المباريات الافريقيه، ان شاء الله تكون مباراه جيده كعاده مباريات النادي الاهلي في البطولات الافريقيه. وزي ما بنأكد يا كابتن ميدو النادي الاهلي بيعيش فترات مميزه جدا اداء ونتيجه خلال مباريات بطوله الدوري تحت القياده الفنيه طبعا المميزه للكابتن حسام البدري. بنتمنى النهارده يكون استكمال لمشوار النادي الاهلي. النهارده مباراه زي ما اكد عليها كابتن حسام لابد يكون في تركيز كبير، الانطلاقه بتكون صعبه، البدايات بتكون صعبه فيها البطولات الافريقيه، لكن عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في كل لاعبي النادي الاهلي المتواجدين والسلامه بلغه الكوره. نعلم جيدا ان في اصابات عديده كانت ضربت النادي الاهلي، لكن الكابتن حسام اختار يمكن 22 لاعب كالعاده في هذه المباراه، بنتمنى يكونوا موفقين. يمكن في هذه اللحظات احنا في الفي اي بي طبعا او الشخصيات طبعا مكان الشخصيات كبار الزوار اللي هيكونوا متواجدين في استاد القاهره في انتظار طبعا وتواجد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وصول كمان المهندس خالد عبد العزيز طبعا وزير الشباب والرياضه، وايضا بعض الشخصيات العامة. يمكن أمور كثيرة جدا طبعا هنا منتظرينها في صالة كبار الزوار، لكن حتى هذه اللحظة يمكن لسه ما شفناش أي حد وصل سواء من مجلس إدارة النادي الأهلي أو من الشخصيات المتواجدة من سفارة الجابون أو من الجالية طبعا الجابونية اللي هتكون متواجدة هنا. النادي الأهلي طبعا عايزين نأكد إن في تنظيم داخل أرضية الملعب يمكن على قدم وساق بقيادة اللواء محمود الفشاوي والعميد علاء طبعا المتواجدين هنا، لكن تشديدات قوية جدا جدا من وزارة الداخلية بتأمن بشكل كبير حوالين الاستاد وداخل الاستاد، كل الأبواب عليها خدمات كثيرة جدا من الأمن العام مباحث وحاجه رائعه جدا. بنتمنى ان شاء الله الفتره القادمه يكون في عدد كبير من الجمهور يحضر مباريات النادي الاهلي، وزي ما بنأكد 5000 على استاد القاهره. النادي الاهلي بنحييه على ان هو وافق ان هو يكون في مبارياته في استاد القاهره برغم قله هذا الجمهور، لان حق اصيله كابتن ميدو طبعا كالعاده النادي الاهلي يلعب في ملعبه الاساسي هو استاد القاهره. اكيد كنا مستمرين معاكم ولقاءات خاصه هنا طبعا من الفي اي بي لكل كبار الزوار وكل الشخصيات المتواجده طبعا في الفي اي بي. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا يا كريم، خليك معانا برضو عشان توفينا بالشخصيات المهمه ان شاء الله تحضر هذه المباراه. لسه كابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي ومجلسه ان شاء الله يعني على وشك الحضور بعد افتتاح بطوله افريقيا لكره الطائره سيدات، وان شاء الله يشرفونا ويفوزوا بهذا اللقب. نرجع لماتشنا الاهلي ومنانا. قبل ما اروح للكابتن احمد كشري عايز اقول لكم ان مدرب منانا كيفن قال انه شرف كبير جدا ان انا لاعب النادي الاهلي، كلام بيقولوا كل المدربين لكن طبعا بقى جواهم كلام تاني خالص. قال ان فريق الاهلي فريق منظم جدا، فريق كله نجوم، صعب قوي انت تقول مين المؤثر ومين مش مؤثر في النادي الاهلي، فريق يعرف البطوله كويس قوي، لكن منانا لا يستهان به. منانا فريق النجم السابق ايفونا او مليك ايفونا الذي انتقل الى الوداد المغربي قبل انتقاله الى النادي الاهلي. كابتن احمد كشري، تصريحات المدير الفني وفريق منانا، وانت طبعا عندك خبره في الكره الافريقيه، خبره طويله جدا وباع طويل جدا، شايف برضو المباراه ازاي بصفه عامه؟ لا طبعا اي فريق بيلعب النادي الاهلي في القاهره هنا عارف حجم النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي نادي كبير واكثر فريق خد البطوله الافريقيه، فبيعمل له الف حساب. وهو المدرب يعني اتكلم كلام واقعي انه بيلعب نادي كبير ونادي زي بحجم النادي الاهلي، لكن المباريات دي ان كان في فوارق كبيره بين النادي الاهلي وبين فريق منانا تحس التاريخ والتاسيس وبتاعه، ولكن احيانا الفرق الصغيره دي لما بتيجي تلعب في اجواء مصر واستاد القاهره وقدام فرق كبيره زي النادي الاهلي فريق كبير بتطلع اقصى ما عندها وبتبقى مستمتعه، يعني بتلاقيها هنا افضل من المباريات اللي على ملعبها. فاتمنى النهارده يكون في حذر من اللاعبين في المباراه، ناخد المباراه بجديه لان الفريق ده لا يستهان به فعلا، لان الفريق ده خرج البطوله اللي فاتت من فريق الوداد المغربي بضربات الجزاء حامل لقب، واحنا شفنا فريق الوداد النسخه اللي فاتت كان فريق قوي جدا. فطبعا ده يدل ان الفريق ده عنده قدرات، لاعبين كويسين، عنده تنظيم، بيعرف يتعامل مع الفرق الكبيره، والواضح انه فريق عنده اطوال كتيره. يمكن احنا في الاستوديو الجميل ده من خلال قناه الاهلي في الملعب انا يمكن شفتهم هم نازلين عندهم اجسامهم طويله، فواضح ان هم بيشتغلوا على الكور العرضيه. فطبعا اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يكون مركز بالذات على الاجنبي، ان احنا ما نديش فرصه لفريق منانا ان هو
يوصل الكرة في ال 18 وان شاء الله تبقى بدايه موفقه باذن الله للنادي الاهلي. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله نتمناها بدايه موفقه ان شاء الله. النادي الاهلي يجتاز هذه العقبه الاولى، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن شفنا قبل كده النسخه السابقه فريق الاهلي مع فريق بيدفست وكان فوز بهدف واحد، وكان فوز يعني مش عايز اقول لم يرضي طموح الجماهير، لكن الجماهير كانت بتقول عايزين اكتر من كده، لكن الاهلي وصل للنهايه وكان المفروض ان هو يبقى اللقب او الحامل اللقب الحقيقي لهذه النسخه الماضيه. لكن انا دايما بقول ان البطوله راحت بفعل فاعل زي ما قلت لحضراتكم فقط وحصريا على قناه النادي الاهلي. هذه المباراه نتمنى ان شاء الله من برزنتيشن الشركه التي لا تعرف الا النجاح مع مجلس اداره النادي الاهلي الجديد الموقر بقياده الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، ان هم يدونا مساحات ان احنا نعرض ماتشاتنا ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي اللي بتستحق احسن من كده بكتير كمان. كابتن شريف، يعني البدايه دايما بنقول البدايه البدايه البدايه، النادي الاهلي بدا النسخه اللي فاتت مع فريق بيدفست 1-0 والجميع قاعد تقول لا واللي عايزين اكتر، وشايف البدايه مع فريق زي منانا مش عايز اقول صعب مش عايز اقول سهل، التاريخ بينحاز النادي الاهلي، البطولات النادي الاهلي مفيش وجه مقارنه، لكن هل الاحصائيات بتشفع في الحصريات؟ هو مفيش احصائيات اكتر من ان انا عايز اقول لك انا ببتدي من نهايه الاداء الممتع الجماعي النادي الاهلي بيعمله اليومين دول، اللاعبين نفسهم، التوليفه، المجموعه، فهم المدير الفني والجهاز الفني كله لقيمه كل لاعب، بياخد الماكسيمم من كل لاعب، الترجمه اللي حصلت للكره الاقرب البرشلونيه اللي احنا بنلعبها دلوقتي ان الكره هي اللي بتجري مش اللعيبه اللي بيجري، الاعتماد دايما على الاجناب وعلى العمق الدفاعي اللي انت بتقوله والتزامن اللي انت خايف منه انت وكشر النهارده ان ما يحصلش اي مفاجات من اي كره عرضيه من الثوابت عموما. النادي الاهلي يملك النهارده ان هو بيحس الاسترس وحس التركيز في اول مباراه انه يقدم مباراه كبيره جدا ويخرج بهدف كتير جدا تريحه في المباراه الجايه. مفيش مباراه سهله، مفيش اي حاجه غير أكيد. انت اللي بتخليها سهله أكيد. انت اللي بتستخدم كل الامكانيات اللي موجوده عندك. فانا سعيد جدا بانطلاقات فرديه وتحرر من اللعيبه واسماء كبيره قوي عندنا في النادي دلوقتي. قدر حسام البدري وجهازه الفني انه يضع الثقه فيهم حتى في البديل الجيد. حسينا ان احنا دلوقتي عندنا لعيبه كلها اساسيه، مفيش عندي لعيب اسمه بديل قاعد تحت في الارض. وليد سليمان اساسي احتياطي، اسلام محارب، الناس دي كلها بتعمل حالات تعويضيه، احساس اللاعب نفسه وهو في الملعب. حتى سوليه اول ما بيلاقي الدنيا وقفت شويه ما اعرفش ليه واخد بعضه ورايح ومسدد تمام. وفي لغه كمان تمام. في لغه بتحصل بقى في ثنائيات. عبد الله واجاهيه عملوا ثنائيات غريبه جدا، عملوا حاجه شكل جميل. فالنهارده في طمانينه باذن الله على الارض الجميله دي. قال كشري حته حلوه قوي ان الفرق لما بتيجي هنا بتتمتع بارضيتنا الجميله، احنا لما بنروح هناك بتبقى العامل الاساسي ضدنا حاجتين، انت قلت واحده منهم التحكيم طبعا والظلم، والارض هناك ما تبقاش تواكب اداء لعيبتنا والاحساس بتاعنا. فانا النهارده بتمنى من اللعيبه ان هي تترجم بسرعه المباراه لفوز سهل باذن الله، يخليهم يطلعوا كل الامكانيات اللي عندهم يا رب. يعني كابتن شريف عبد المنعم بيتكلم عن الارض الافريقيه خصوصا انها بتبقى عائق كبير جدا امام النادي الاهلي بطل افريقيا. عايز اقول لكم ان المدرب فريق منانا ومدير فني كيفن بيقرا دايما الفرق وبيعرف ازاي يلعبها بعد كده في مباراه العوده، ممكن يلعبها على استاد كبير، ممكن يلعبها على استاد صغير، ممكن يعرف امكانياتها ايه، عارف النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب المساحات الصغيره. فاعتقد المباراه القادمه ان شاء الله اللي هتكون في الجابون اعتقد انها تكون في ملعب صغير، ودي اسلوب من اساليب المدربين يا كابتن احمد اللي بيعرفوا الفرق اللي بيلعبوها شكلها ايه وعامله ازاي، وبدا يلعبها على ملعب بقى يبدا يستفيد منها هو كفنيات وك سلبيات بالنسبه للفرقه الاهلي ان هو ما بيلعبش على مساحات كبيره، يلعب على مساحات صغيره يبدا يخنق النادي الاهلي. فشايف برضو الموضوع ده ازاي؟ طبعا هو الملعب بتاع منانا في الجابون ملعب ساعته 7000 متفرج، فطبعا ملعب صغير جدا. ده الملعب البديل. هو ممكن هو زي ما انت بتقول ممكن ان هو يلعب معنا، ده دليل على انه هو لما بيلعب في ملعب صغير يبقى هو بيعتمد زي ما انا قلت في الاول على الكور الثابته. بالظبط. بيعتمد على الكور العرضيه والكور الثابته والاطوال اللعيبه بتاعته. فاذا النهارده النادي الاهلي عنده فرصه ان هو في ملعبه في استاد القاهره بالمساحات الكبيره اللي موجوده في الملعب مع انطلاقات اللعيبه مع الحمد لله كلام يمكن قاله الكابتن شريف من شويه، فعلا الاهلي بيعيش يعني فتره نقول أزهى حالته. عنده اول مره من فتره طويله نحس النادي الاهلي مش فارق مين اللي في الملعب ومين اللي بره، الفرقه منسجمه جدا، الفرقه بتلعب بتناغم، الفرقه عندها ثقه، في شخصيه لعيبه النادي الاهلي في الملعب كلها الاساسي والبديل، ودي ميزه كويسه جدا ان انت يبقى عندك فريقين او عندك فريق وعندك البديل بينزل بنفس المستوى لدرجه ان انت لما بيغيب لعيب
ما بتقولش لعيب واحد، بتقول ده في ممكن فلان وفلان وفلان، يعني بالزبط. لو بالزبط. واحد زي عبد الله السعيد مثلا مش موجود، ممكن نقول اسلام محارب، وليد سليمان، نقول جايي، في اكتر من واحد يقدر يلعب في المكان ده. فطبعا دي تدل على شخصيه الفرق الكبيره اللي هي متواجده في النادي الاهلي. فطبعا النهارده مباراه النهارده انا وجهه نظري ممنوع في البدايه الاخطاء من اللعيبه، لازم ناخد الامور بجديه جدا. الفرق الافريقيه كلها عامه، ويمكن من تجربتي لسنين مع فرق افريقيه، ان الفرق الافريقيه مهما تكون الفرق الافريقيه قويه وعندها مميزات، بتبقى عندها اخطاء واضحه جدا أكيد. وتتمثل في حراسه المرمى وفي السردباكين، عمق قلب الدفاع أكيد. دي دايما حتى تلاقيها على مستوى الفرق الكبيره الافريقيه. يمكن منتخب مصر لما بياخد البطولات الافريقيه تلاقي ان احنا استغلنا اخطاء فريق الكاميرون او كوت ديفوار او من العمق وحراسه المرمى. فاحنا الفرق الافريقيه عارفين ان هم عندهم حته القوه البدنيه، الاندفاع البدني بالذات في خط الدفاع، فدي بتعمل لهم مشاكل كثيره، بيعملوا فاولات كثيره، بيعملوا اخطاء ضربات جزاء. عندك انت كمجموعه لعيبه، عندك مجموعه كبيره جدا هي هدافين. مش هسيبك لسه، هنعرف السلبيات والايجابيات، مش هسيبك لسه. ان شاء الله باذن الله، لا ان شاء الله تبقى بدايه موفقه، واعتقد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي النهارده هيبقى بدايه ان شاء الله لمسيره الفوز ان شاء الله والبطوله يا رب. لسه استاد القاهره ما نورش، لكن كان نفسي ينور بجماهيره قبل ما ينور بالاضاءات، وهو اكيد منور بلعيبه النادي الاهلي اللي شرفوا او بيشرفوا اي مكان بيروحوه، فريق كبير، فريق عظيم، بيشرف اي مكان هو فعلا فيه. لكن الجمهور يا جماعه، الجمهور دايما بقول الجمهور وبعيد وبزيد، الجمهور هو اللي بيخلي للكوره حلاوه، هو روح فرصه النهارده، هو روح الكوره. ان شاء الله في الماتشات القريبه اللي جايه النادي الاهلي افريقيا كمان تحديدا، يعني عايزين جماهير كتير بعد اذنكم. عايز اقول لكم قائمه النادي الاهلي بسرعه اقراها لكم تاني: شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي في حراسه المرمى وخط الدفاع، صبري، رحيل، وعلي معلول، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وايمن اشرف، واحمد فتحي خط الوسط، حسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، احمد حمدي، واسلام محارب، وكريم ندفد، وعبد الله السعيد. خط الهجوم: وليد ازار، وجونيور اجاي، ومروان محسن، وصلاح محسن اللي لحق القائمه الافريقيه في اخر ثواني. نروح لكريم من امير هشام من ارض الملعب. امير هشام، اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن احمد كشري، وطبعا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد هي مباراه مرتقبه ما بين الاهلي ومنانا في ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا. دايما البدايات بتبقى مهمه جدا لاي فريق بيبقى عايز يحرز هذه البطوله، بالتالي النادي الاهلي ان شاء الله مركز بشكل كبير جدا ان هو يقدر يحقق نتيجه مريحه جدا قبل مباراه العوده في الجابون، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. طبعا فريق منانا فريق جيد، لكن يعني عندهم اعمار سنيه يمكن قليله شويه، يعني الاعمار بالنسبه لهم حوالي 17، من 17 ل 20 سنه، فريق لسه ما عندوش خبرات كبيره خلال الفتره الاخيره. ان شاء الله النادي الاهلي يستغل هذه الفرصه ويقدر ان هو يحقق فوز مريح ان شاء الله قبل مباراه العوده. لكن خليني يا كابتن ميدو سريعا اقول لك التشكيل الخاص بفريق منانا لهذه المباراه. في حراسه المرمى ستيفن تيسكي طبعا رقم واحد، كونان روفين رقم 12، رافائيل فريديان بامبا رقم 13، كولوبالي بروما رقم 4، نكومو طبعا كيمبا رقم 6، كسامبي ديفيد رقم 15، مبودو رقم 29، كودي ماليمبو ابراهيم رقم 10، امينكا اوتوتشي رقم 27، نونو الين دوريان رقم 7، كابوري عمر رقم 11. ده التشكيل الخاص بفريق منانا استعدادا لهذه المباراه. وعامه هم فريق جاهز بشكل كبير لخوض هذه المباراه، وعندهم طموح كبير جدا ان هم يقدروا يحققوا نتيجه على الاقل ايجابيه امام النادي الاهلي هنا في القاهره عشان تساعدهم في مباراه العوده، وده اللي بكل تاكيد طبعا ما نتمناهوش بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. لكن خليني سريعا اقول لك ان انا معايا في هذه اللحظات المدير الفني لفريق منانا الجابوني مستر كيفن امبينجا، طبعا مدير الجابوني لفريق منانا. مستر كيفن، برحب بك في البدايه، وعايزين نسالك على استعداداتك لهذه المباراه. Alors, monsieur Munana, il veut poser la question concernant vos préparations pour ce match aujourd'hui. Donc, on s'est bien préparé, voilà, pour pouvoir affronter cette grande équipe du Al Ahly. Donc, bon, on n'a pas eu trop de matchs de championnat, ça va peut-être jouer, mais on a bien travaillé pour pouvoir aborder ce match-là sereinement.
هو طبعا بيقول ان هم اتعدوا كويس جدا للمباراه دي، ان هم هيقابلوا اعظم فريق في افريقيا، فطبعا كان في اعداد قوي. هم ما لعبوش ماتشات كتير في بطوله افريقيا، ولكن هم اعدوا نفسهم بما يستطيعوا طبعا عشان يقابلوا اعظم نادي في افريقيا. يعني من خلال متابعته للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، اكيد اتفرج على العديد من اللقاءات للنادي الاهلي الاخيره، ايه لفت نظره في فريق النادي الاهلي، وايضا ايه اكثر نجم لفت نظره خلال فريق النادي الاهلي؟ Alors, quel est le joueur qui est le plus remarquant pour vous dans l'équipe de l'Ahli? Bon, ben, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que l'avant-centre déjà, voilà, qui est le danger pour nous. Mais maintenant, je dis que l'OL Ahli, c'est plus aussi son collectif qui peut faire la différence à tout moment. Donc, voilà, donc c'est. L'OL Alice, c'est vraiment l'équipe. Je ne pense pas qu'il y a des individualités qui sortent plus que les autres. هو شايف ان كل الفريق خطير جدا، النادي الاهلي متواصل جدا وبيلعب لعب جماعي، فبالتالي هو بالنسبه له الفريق كله خطر جدا، فهو ما يقدرش يقول ان في لعيب محدد هو اللي خايف منه، لا، هو الفريق كله فريق قوي وبيلعب الاهلي. طبعا يعني يمكن الاعمار السنيه عنده منخفضه شويه، اللعيبه لسه كلهم شباب ما عندهمش الخبرات الكبيره. عايز اعرف طموحه ايه من خلال هذه المباراه، من خلال مواجهه النادي الاهلي، وبالتحديد اول مباراه ليه هنا في القاهره. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour ce match comme l'âge de votre joueur, ils ne sont pas vraiment, ils ont le moins âge comme 18 ans, 19 ans. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour ce match alors? Bon, je pense que c'est vrai qu'on va dire qu'on va manquer d'expérience, mais au sein de notre effectif, on a quand même trois joueurs qui ont déjà joué contre l'OL Ahly et les éliminés, parce qu'ils jouent à la SEC et au stade malien. Donc voilà, on va profiter de cette expérience de ces joueurs-là pour pouvoir faire la différence. Mais c'est vrai qu'on a des jeunes joueurs, mais ils sont là aussi pour pouvoir apprendre le métier. pour le futur du club. هم ده حقيقي فعلا ان هم عندهم اعمار صغيره في السن، ولكن احنا عندهم ثلاث لعيبه اللي لعبوا اوريدي قدام الاهلي قبل كده، وطبعا هم هيحاولوا يستغلوا ده، وطبعا يعني هم اعدوا نفسهم للمباراه دي. يعني هيدافعوا يلعبوا على الكونتر اتاك ولا سياسته ايه خلال المباراه؟ Alors pour ce match là, alors est-ce que vous allez faire la défense et jouer pour l'attaque après, ou bien ça sera bloqué de défense? Bon, je suis pas un entraîneur qui met trop le bus. OK, il faut pouvoir jouer, mais vous allez voir notre plan de jeu tout à l'heure. Bah, je peux déjà vous dire, et même s'ils sont au courant, on va presser l'équipe du duel Ali pendant au moins 15 minutes. Voilà, et après on verra ce que ça va donner. Si on arrive à s'en sortir, ben on continuera. Mais maintenant, si on s'en sort pas là, à ce moment, on va changer notre plan de jeu. تمام. هو هيبدا في اول ربع ساعه ان هم يضغط على فريق الاهلي، لو مشيت وكان فعلا كان موضوع مجدي هيكملوا الضغط، لو ما حصلش هيبدا طبعا يبداوا يعملوا تغيير في الخطه. طبعا عن الملعب وعن جمهور النادي الاهلي. Qu'en pensez-vous de ce stade là et le peuple ici, le défend et tout ça? Non, mais bon, je pense que voilà, je pense que tous les pays africains doivent s'appuyer. Comme au Maroc, comme en Égypte, où les stades sont extraordinaires. Et je pense qu'avec ces stades-là, voilà, on peut encore espérer organiser une Coupe du Monde. Maintenant, au niveau de la population, on a été honnêtement bien accueillis jusqu'à présent. Je pense que c'est un plaisir pour nous de pouvoir revenir toujours en Égypte. On était déjà venu contre MPI, ça s'était bien passé. Voilà, donc on est revenu contre l'OL Ahly et j'espère que ça va bien se passer. تمام. هو بيتكلم ان الاستاد رائع، زي ما بيروحوا المغرب زي ما بيروحوا تونس، الاستاد هنا رائع، وبصراحه يعني من ساعه ما جم مصر والاستقبال رائع من قبل النادي الاهلي ومن قبل هنا التنظيم هنا، فطبعا هم دي بياخدوها فرصه ان هم يعملوا ياملوا اكتر في ان هم يفوزوا او يعملوا نتيجه كويسه، بان كل الظروف مهيئه ليهم. اي فو ريميرسي بوكو. اوكي سي موا كي فو ريميرسي. اوكي. ده طبعا كان لقائنا مع المدير الفني لفريق منعنا مستر كيفن قبل لحظات من انطلاق هذه المباراه الهامه جدا للنادي الاهلي. بدايه ان شاء الله تكون قويه من قبل النادي الاهلي ولاعبي الفريق والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، ونقدر ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه مريحه قبل مباراه العوده عشان النادي الاهلي يخطو خطوه
مهمة جدا في مسيرته في هذه البطولة نحو استعادة هذا اللقب الغائب عن النادي الأهلي منذ حوالي 5 سنوات. أكيد كل جمهور النادي الأهلي وحشه هذا اللقب، فأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي وتكون البداية قوية بداية من مباراة منانا اليوم. عودة لك كابتن ميدو. شكرا يا أمير، بصراحة قررت الرجل على كل حاجة، يعني كان نايس يعني يقول لنا الأسرار والخبايا اللي كان هيعملها في هذا اللقاء، لكن عشان تعرفوا قيمه النادي الاهلي يا جماعه، ودي بتثبت لكم قد ايه النادي الاهلي نادي كبير. اكيد اللي بيحصل او امير عمل لقاء يعني بصراحه انفراد، ان هو ياخد مدير فني قبل في مباراه افريقيه في بطوله افريقيا لابطال الدوري حاجه كبيره جدا، ان هو ياخده قبل اللقاء ويساله في الاسئله دي والمدير الفني يجاوب عليها. تعرفوا قد ايه قيمه النادي الاهلي، مدير فني فرحان وهو بيطلع يتكلم عن النادي الاهلي قبل حتى قبل اللقاء، بيقول له كمان خطته ايه. لكن طبعا كلام طبعا انا عن نفسي ما صدقوش ان هو هيبدا يهاجم النادي الاهلي في اول ربع ساعه وبعد كده يرجع مش عارف يعمل ايه اكيد. لكن في الاول وفي الاخر اعرفوا قيمه النادي الاهلي لما مدير فني يعمل لقاء قبل المباراه مباشره. انا عايز اقول لكم تشكيل النادي الاهلي طلعها كابتن حسام بدري منذ قليل في حراسه المرمى، نجم الكبير محمد الشناوي، خط الدفاع النجم احمد فتحي وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول، خط الوسط حسام عاشور وعمر السوليه، قدامهم عبد الله السعيد وجونيور اجاييه ووليد ازارو ومروان محسن. وليد ازارو ومروان محسن، الكابتن حسام بدري النهارده يعني سنن سنانه على الاخر. انا يعني في هنا فعلا الكابتن حسام بادئ تشكيل هجومي بحت، يعني هنقول لو هي 4-4-2 لكن انا وجهه نظري ان هي هتتلعب 4-2-3-1، يعني برضو هيبقى اجاي على المتطرف شويه ووليد ازارو متطرف وبيكمل فيرو. انا كان نفسي في كده من زمان. يعني هي هي ميزه كويسه. كان نفسي ان وليد ازارو بسرعاته بالظبط الفريق الاخير حتى بينزل تحت كتير. بالظبط بينزل لانه عايز ياخد مساحه اللي هو الانطلاق او يضرب خط الدفاع بسرعته. فهنا وليد ازارو ومروان مش هيبقوا اثنين فراوده سرعه، يعني مش هيبقوا لا مش ثابتين. تمام، هتلاقي ازارو اعتقد يعني وبنسبه كبيره هيمين ناحيه اليمين وجايه ممكن الشمال وممكن يغير معه. وعبد الله هيبقى في نفس المكان بتاعه تحتيه السوليه وحسام عاشور. طبعا احمد فتحي في الجهه اليمين وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول، يعني ايمن اشرف مايل ناحيه علي معلول ناحيه الشمال سيرباك ناحيه الشمال وكده. النادي الاهلي باين ان هو بيشتغل هيبدا ضاغط على الفرقه من قدام، عايز ان هو يبقى فيه تواجد اكتر ومهاجمين بطابع هدافين زي مروان محسن اللي هو طبعا ماتشر وليد ازهار وعبد الله، عندك حتى السوليه بيقدر يصوب من تحت. فانت النادي الاهلي لا تشكيل هجومي وعايز يخلص المباراه بدري، يعني بتقول 4-2-3-1 بالظبط. 4-2-3-1 نشوف راي نجمنا بقى كلنا 4-2-3-1 ولا 4-2 ولا انا سعيد بالقوام الاساسي اللي هو لعب بيه النهارده اللي هو انتهى بيه الماتش اللي فات، وحاسس ان وجود مروان محسن اداله الثقة وشكله انه داخل جوه 18 وداخل جوه منطقة الجزاء وجاب جون الماتش اللي فات. مش مهم الجون جه ازاي، انما احساسه بالوجود بالالفة بالمساندة جنب ازارو بيفتح كتير اول ازارو المساحات ومشي. انا عندي بس حاجة النهارده مطلوبة من الماتش ده عشان يبقى الدنيا سهلة علينا كلنا، حسام عاشور والسولية لازم النهارده يسهلوا مهمة عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في الدويتو اللي بيعمله مع جاييه لن يستطيع عبد الله السعيد وهو راجع من إصابة ان هو يتحمل التحرك في جميع اطراف المباراه. طب زي الاول انت جبت لي سؤال، عبد الله السعيد الراحه السلبيه بالنسبه له اعتقد ان هي راحه ايجابيه حتى لو مصاب، لان عبد الله مجهد الفترات اللي بيلعبها كتيره جدا جدا، فاعتقد ان الاصابه بتجي له في وقت هو محتاج فيه راحه اصلا. عشان كده كابتن شريف قبل كده لما عبد الله اتصاب رجع فيه قوي كلام كتير قوي على عبد الله اليومين اللي فاتوا. عبد الله نجم ضغط نفسي على عبد الله نجم كبير جدا، هيبقى موجود في الاهلي ولا هيروح ويرجع ولا ان شاء الله يعني. في حاجات كتيره حصلت على عبد الله ان شاء الله يعني. النهارده مباراه مش عايز تبقى مباراه عصبيه على عبد الله. متفق معايا الاول في ان الاصابه بتمثله راحه ايجابيه كمان؟ طبعا راحه كمان. هو الفتره اللي فاتت انا كم لم ارى عبد الله قبل كده في حياتي. عبد الله بيلعب في كل حته. تمام عميده. تمام بيطلع يمين وبيطلع شمال وبيعمل اسيست وبيجيب جوال وبيخش في وسط ثلاثه بيرقص، عنده جميع الملكات لدرجه ان انا قلت
يعني ربنا يبعد عنه العين فعلا، واكيد لازم هيجيله شد، هيتخبط هيتعور، نيمار اتخبط يعني اتعور. انا عبد الله مش اقل من اي لعيب في العالم الحقيقه، حاجه تفرع يعني. انما احنا مكتسبين دلوقتي لغه تفاهم بين ثنائيات او 1-2-3 يعني عندي معلول مع اجايه مع عبد الله بيعملوا شكل يرهق اي فرقه، اي فرقه قدامك بيخليهم مش عارفين يفكروا، مش عارفين يشتغلوا على تحت ولا بالانطلاقات. احمد فتحي من لسه نتكلم على الفنيات. ما هو ده هي ده اللي انا عايز اقول لك عليه. فانا اهم حاجه عندي انا النهارده يعني العب 4-4-2 ولا 4-2-3-1؟ لا هم بيلعبوا 4-2-3-1 من غير ما احنا ناخد بالنا، غير ان الاسيست بتاع مروان محسن النهارده اللي هو السيكر اللي تحت ازارو، وهي بتدي فرصه كمان لازارو ما يبقاش اوفسايد كتير، ومش هنعرف مين فيهم اللي بيعمل التبادليه. يعني هنشوف ازارو على الاطراف زي ما قال الكابتن كشري، ولا هنشوف اثنين؟ هنشوف حاجات كتير قوي في التحرر وفي الاداء. تمام. لان كل ما الكره جريت في الملعب وكل ما بقى فيه شكل هجومي على الاطراف وعرضيات وكلام من ده، احنا مش هنعرف نحس زي الماتش اللي فات مين ازارو جوه ولا مين مروان محسن، ودي يمكن اللغه اللي هو طالبها حسام بدر النهارده. تمام تمام. طيب نروح نشوف محمد سعيد من ارض الملعب هيكلمنا عن النادي الاهلي. محمد سعيد اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن احمد كشري، كل مشاهدي قناه الاهلي في الوطن العربي الكبير. يمكن من خلال متابعتنا لتدريبات النادي الاهلي خلال الايام السابقه وتحديدا ليله المباراه وتواجدنا اليوم في فندق الاقامه لمتابعه ورصد كل ما هو جديد داخل فريق النادي الاهلي، واطلاعنا على التصريحات ومتابعه الفريق وانطباعات الجهاز الفني واللاعبين، اولا التشكيله اللي بدا بها كابتن حسام البدري اشتغل عليها بالظبط من 3-4 أيام بعد آخر مباراة في الدوري العام. يمكن كنت توجهت لي بسؤال بخصوص مروان محسن وبعد ظهوره بشكل إيجابي مع وليد أزارو، وده اللي بيظهر في التدريبات الأخيرة. قال لي إن الفترة الإيجابية الفترة الجاية أنا شايفها إن في أكثر من لاعب ممكن يكون بيشارك بشكل دويتو مع وليد أزارو، والشكل اللي ظهر بيه مروان محسن في الجزء الأخير من المباراة هيديني أريحية إن أنا ممكن أفكر في تشكيلة أو طريقة معينة ألعب بيها مباراة النهاردة. وبالفعل ده اللي إحنا شفناه النهاردة في اختياره لمروان محسن في بداية المباراة عكس تواجد صلاح محسن في التشكيله الاساسيه مع وليد ازارو في المباراه السابقه. ايضا من النقاط الهامه اللي سالت فيها الجهاز الفني على مباراه النهارده مساله الجاهزيه الفنيه لعدد من اللاعبين خلال الفتره الاخيره، وهل البدء بهم ام الاعتماد على الخبرات، خبره سعد سمير وخبره عبد الله السعيد وتواجدهم بعد غيابهم نتيجه الاصابه. الجهاز الفني بيرى ان وجود الخبرات في مباراه منانا الجابوني اليوم ده شيء مهم جدا، بالاضافه لكده ان الجهاز الفني قال وتحديدا كابتن احمد ايوب كنت سالته على مساله غيابهم الفتره الاخيره، قال سعد سمير يتدرب وجاهز معانا منذ اكثر من اسبوع، حتى المباراه الاخيره في الدوري العام كان جاهز انه يشارك، لكن فضلنا ان احنا نديله مساحه من الوقت للراحه وعدم اجهاده في المباريات، لكنه جاهز ان هو يشارك في اي مباراه. عبد الله السعيد منذ اسبوع او منذ تحديدا ليله مباراه الاخيره في الدوري العام كان جاهز انه يشارك في المباريات، والجهاز الفني دفع بيه النهارده لخبراته وتواجده. وبالامس في التمرين الاساسيه على استاد القاهره الدولي الكابتن حسام اعتمد تحديدا على عبد الله السعيد واحمد فتحي وعلي معلول في تسديد الكرات الثابته، ويمكن في شغل تكتيك معين ممكن من خلال احداث المباراه من خلال متابعتنا بالامس هنا على الملعب الرئيسي لاستاد القاهره تنفيذ بعض الجمل الفنيه من خلال اختيارات هؤلاء اللاعبين. وبالتالي اختيار التشكيله للكابتن حسام حسب ما تابعنا في التدريبات وحسب التصريحات الرسميه اللي قالها كابتن حسام والكابتن احمد ايوب، هناك اعتماد على عنصر الخبره، هناك اعتماد على عنصر الاداء التكتيكي او الناحيه الفنيه اللي ممكن ينفذها عدد من اللاعبين في هذه المباراه. بخلاف ذلك هناك رؤى فنيه في تواجد صلاح محسن وعدد من اللاعبين كريم نيدفيد في دكة البدلاء، خاصة ان دكة البدلاء الكابتن حسام بدري كان اختار قائمة حوالي 22 لاعب، كل القائمة الافريقية كانت متواجدة في المعسكر المغلق، وكابتن حسام فضل ان كل اللاعبين يكونوا موجودين في المعسكر لانهم اختارهم بالتشكيلة الاساسية والعناصر اللي هتبدا مباراة النهاردة في المحاضرة الاخيرة اللي تمت في حدود الساعة 6 الا ربع، لان كل اللاعبين حتى من خلال التقائنا بيهم داخل فندق الاقامة الكل قال احنا لغاية اللحظة دي لسه مش عارفين مين فينا هيبدا، لكن الكابتن حسام كان مدي للكل صلاحية او مديهم حماس ان الكل هيبدا في هذه المباراة. لكن دكة البدلاء شريف إكرامي، كريم ندفيد، هشام محمد، وإسلام محارب، ووليد سليمان، محمد نجيب، صلاح محسن. بالتأكيد الجهاز الفني استعد لهذه المباراة جيدا، ونأمل بإذن الله حسب تعليمات الجهاز الفني للاعبين ان هو النهارده يفوزوا بعدد وافر من الأهداف تحسبا لأي ظروف طارئة أو عارضة قد تحدث مع الفريق في مباراة العودة خاصة في ظل الأجواء الأفريقية يا كابتن ميدو. إليك الكلمة. شكرا محمد سعيد. هقول لكم تشكيله نادي الاهلي تاني والبدلاء. قلنا في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه اربعه على اليمين احمد فتحي وعلى الشمال علي معلول وسعد سمير وايمن اشرف، قدامهم اثنين ارتكازين عمرو السوليه وحسام عاشور، قدامهم ثلاثه
جونيور أجاييه ناحيه الشمال وعبد الله السعيد النجم الكبير، وهنقول وليد ازارو ومروان محسن بالتبادل حسب ما الكابتن حسام هيفاجئنا، وهنشوف التشكيله الاساسيه في الملعب يبقى شكلها ايه، وتبقى عباره عن 4-2-3-1 ولا 4-4-2 ولا ايا كان. المهم ان شاء الله يكون مكسب، ومكسب مريح جدا للنادي الاهلي. الاحتياطي او بدلاء النادي الاهلي شريف اكرامي وكريم ندفد واسلام محارب وهشام محمد ومحمد نجيب ووليد سليمان وصلاح محسن. هنروح لفاصل ونرجع نواصل حديث عن هذه المباراه الهامه جدا الاهلي ومنان. بسم الله الرحمن الرحيم.
شعر استاد القاهرة بجماهيره وبدأ الهتاف المحبب لكل عشاق النادي الأهلي التالتة شمال اللي بتهز جباله بأعلى صوت دايما بتشجع الأبطال فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبرضه قليل هتاف التالتة شمال اللي حضراتكم شايفينه حاجة تفرح جدا كان نفسي وهفضل أكرر وعيد وأزيد كان نفسي استاد القاهرة يكون مليان عن آخره بجماهير النادي الأهلي العاشقة لهذا الفريق وهذا الكيان الكبير فريق منانا اللي بيقابل النادي الأهلي النهاردة في المركز التاسع في الدوري الجابوني أربع مباريات لعبهم لكن عايز أقول لكم أنه كسب مباراة واحدة بس وتعادل في ثلاث مباريات له خمس أهداف وعليه ثلاث أهداف من أربع مباريات كابتن شريف أعتقد أنه هو فريق يعني على الورق فنيا ضعيف هو واضح انه فريق عنده امكانيات بس متفرقه يعني تلاقي لعيب هاف ليفت على عمود فقري ورا كده ناحيه اليمين باك رايت مش بطال على سنتر فيلد اتاكينج وسترايكر بيعمل محطه يعني مش عايزين ننسى ان ملك افونا ده من عندهم بالظبط فهم بيبقى عندهم ساعات طفره كده في بعض اللاعبين بس بيبقى مش على الشكل الجماعي الحقيقه على الشكل اللي هو الخطف على الكونتر اتاك على النهارده هيلعبوا على ملعب هم اعتقد مش كتير قوي بيلعبوا على ملاعب زي دي غير لما بيروحوا يلعبوا الوداد او بيروحوا يلعبوا النجم الساحلي او اي حد بيبدعوا اصلا هناك وبيقدروا يعملوا مساحات وبيخضوا اساسا لوحده فشكل الاستاد هنا برده مش هيخضهم اكتر ما هم فرحانين وجهازهم الفني الحقيقه بيبقى سعيد ان هو بيلعب قدام فرقه كبيره زي دي اكيد الاهلي نزل اكيد نزل البوادر ابتدت الشناوي واكرامي وكل الناس موجوده باذن الله بس انا عايز اقول لك ان الحكايه مش تخض الحكايه ده التزام شويه في الاول اللي هو في اول 10 15 20 دقيقه انك انت بتعرف تعمل الحاله انا المسيطر انا صاحب القرار عشان كده كنت عايز اكمل لك الجمله اللي هي بتاعت حسام عاشور وعمرو السوليه هم اساس المتر بتاعنا النهارده تمام. الناس كلها باصه الاجايه ازاي هيخلص ازارو ازاي انما الدافع الاستحواذ الدائري اللي هيبقى موجود على كل هجمه بتخفق من عندنا او بيطفشوها لازم نلاقي اثنين ثوابت عندنا من ناحيه اليمين وناحيه الشمال حتى الاطراف بتاعتنا لازم تبقى متقاربه جدا من ناحيه الهجوم ومن ناحيه الدفاع طبعا انا مش هبلغ واقول ولا كلنا احنا الثلاثه عارفين ان ممنوع يخش فينا اهداف النهارده قصه هدف يعني بتدخلك في دوامه عدم التركيز بتخفضك نص لعبك بتخليك بتجري بقى بتجري اكنك بتلعب هم ما يعرفوش عنك حاجه غير سمعه احنا لما كنا بنلعب اي فرقه في الدوري العام كله عارفيننا وحافظيننا فيقدروا زي اسيوطي يقدر يعمل لك يمسكوا حد يضايقوا عبد الله السعيد الاطراف عندنا سريعه انما هم ما يعرفوش عنك حاجه انت اللي بعت وعرفت عنه كل حاجه انت اللي اتفضلت دلوقتي وقلت ان هم التاسع في الدوري عندهم خمس نقاط دي دوافع نفسيه كبيره قوي تخليك تسيطر وتطلع امكانياتك فان شاء الله احنا كل اللي بنتمناه البدايه تبقى قويه جدا تريحك وتريح اللعيبه اللي موجوده تدي امكانياتها وزي ما احنا ماشيين في الاسلوب البرشلوني الجميل اللي هو انا بسلم واستلم واشوف والتحركات اللي بتيجي عكسيه وعندك العبقري النهارده اللي انت اتفضلت وقلت عليه عبد الله السعيد اللي بيشوف النمله اللي بتخش جوه منطقه الجزاء بيروح على طول مسقط لها الكوره وبيعمل فولوينج وبيشوط عندك حاجات كتير قوي طبعا انا لو اتكلمت انا وانت واحمد عليها هنلاقي كتير جدا ان احنا نمتع نفسنا النهارده قبل المباراه عايزين الصوره تكمل ان شاء الله بالتركيز وبالمجهود الكبير ده غير اللياقه البدنيه طبعا اللي هي عندك فيها حاله تصاعديه بتديك السيطره دايما في كل مباراه اكيد كابتن كشري روح لك بحديث عن كيفن مدرب هذا الفريق اللي قال انا اول ربع ساعه مش عارف تصريح ممكن يكون حقيقي ممكن مش يعني ممكن يكون بيقول كده بس يعني للدعايه ان انا هبدا اهاجم النادي الاهلي في اول ربع ساعه لغايه لما اشوف الاوضاع ايه تفتكر هو ممكن يلعب المباراه ازاي ويبداها ازاي لا طبعا اكون صريح معاك مفيش مدرب هيقول هيعمل ايه في قناه تلفزيونيه لفريق بيلعبه على ملعبه شفت انا بالعكس احنا بنيجي في الدوري الممتاز لما بتيجي التشكيل بنروح ملخبطين اللعيبه عشان ما يعرفوش احنا حاطينه في اي بوزيشن بصراحه لا ما اعتقدش ايه لا هو طبعا امير شارب شايب الياسمين وامير كان ناقصه يكلمه كمان شويه ويخلص عليه الماتش يعني خليه يقعد يعني لكن لا هو وارد ان هو يقول لهم اول ربع ساعه عايزين يبقى في حماسي لكن ما اعتقدش ان هو في البدايه وعارف ان هو بيلعب النادي الاهلي هيبدا يضغط من قدام لا اعتقد ان هو هيبدا يقف فرقته في نص الملعب عشان يشوف قوه النادي الاهلي فرقه مش هيجازف لان لو هو عايز يهاجم النادي الاهلي فهو اول ربع ساعه من النادي الاهلي هيعمل ايه؟ مش عارف يعني لو فريق منانا هو اللي جاي يهاجم من اول ربع ساعه وعنده الدافع انت النادي الاهلي في ملعبك وبقوتك وبامكانياتك فاعتقد ان هو ممكن يكون بيقول كلام يعني وفي دماغه حاجه او اي لعبته حاجه ثانيه بدليل ان هو لما سالوه عن النادي الاهلي
مين اميز اللعيبه في النادي الاهلي؟ مش عارف. قال لك لا، قال لك لعيبه الاهلي كلهم انا ما فيش حد معين وبتاع. لا يمكن تكون جاي تلعب النادي الاهلي من غير ما تشوف شرايط للنادي الاهلي، تعرف النادي الاهلي قوته فين على الارض افريقيا وعالميا. بالظبط. فده احنا ما بنيجي نلعب في الدوري المصري بنشوف بنتفرج على بعضينا. بالظبط. هو كمان انت جاي بطوله قاريه وجاي النادي كبير ده. هو في تصريحاته كابتن كشري قال انا جاي لاعب نادي يعني من اعظم الانديه في العالم ومن اكبر الانديه في العالم حصل على بطولات. بالظبط. فاكيد هو متفرج على النادي الاهلي، ولكن هو راجل متحفظ او مع فريقه بيقول كلامه وللاعلام كلام تاني. كل ده كلام يعني ممكن يكون هو مش عايز يقول ايه اهداف. كل ده هيبان في بدايه المباراه في اول ربع ساعه اللي هو بيتكلم عليها. لكن انا في جزئيه هنا، احنا يمكن اتكلمنا على التشكيل. انا شايف ان وليد ازارو، يمكن احنا قلنا 4-4-2 هيبقى مروان ووليد ازارو، لكن ده على الورق. لكن اللي هيحصل في المباراه ان وليد ازارو هيتحرر، هو واجايه هيشتغلوا من على جناب، وفي نفس الوقت بيكمل وليد ازارو لجوه اللي هو بينزل، ممكن ينزل تحت شويه او يتحرك على الجنبين. لكن في اي كره عرضيه، في اي كره داخله ال 18 هتلاقي وليد ازارو. بالظبط. يعني انا عايز اقول لك ان هو مش بيلعب وليد ازارو، مش هيبقى صريح طرف. يعني وليد ازارو ممكن يبقى تحت بيتحرك هو واجايه فري الاثنين لحد ما نشوف شكل الفرقه او الوضع بتاع الفرقه ايه. ممكن يكون عندهم، واحنا دي يمكن قلناها، عندهم مشكله في السيرد باكين، يبقى هو بيشتغل على الكور العرضيه بتواجد اثنين مهاجمين كراس حربه صراع في المباراه. تمام. قبل ما اروح لكابتن شريف نروح لكريم احمد. كريم اتفضل. يا كريم. كابتن ميدو تحياتي لك من جديد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما بنقول طبعا هنا من استاد القاهره والفي اي بي طبعا، وتوافد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره. يسعدنا يكون معانا العميد حسن مسعود طبعا مدير عام النادي الاهلي فرع مدينه نصر. برحب بيك في البدايه. ان شاء الله النادي الاهلي موفق النهارده، لكن حضرتك يمكن كان ليك خوضه كبيره طبعا مع فريق منانا بيضربوا عندنا في مدينه نصر، وترتيبات كتيره جدا وتجهيزات. حطينا في الاجواء وازاي الناس قالت ايه بعد طبعا الترتيبات والاستقبال الكبير مننا حسن بيه. ان شاء الله باذن الله. احنا الفرقه جت لنا اول امبارح، جت تتدرب عليها التدريب اللي هو الاول بتاعها. كان في طبعا احنا من خلال جهاز الكوره احنا عاملين كافه الاستعدادات لاستقبال البعثه. حضر الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره ورئيس البعثه في مباراه العوده، ورحنا للملعب وقابلناهم، وقابلنا نائب رئيس النادي ورئيس البعثه والمدير الفني واللاعبين، وتم توفير كافة متطلباتهم وكل طلباتهم، وأدوا تمرتهم في وجودنا الحمد لله، وكانوا في منتهى السعادة. رحبنا بيهم، اهتمينا بيهم بكل طلباتهم، وخلصوا التمرين ومشوا، وهم ممنونين جدا من الحفاوة والاستقبال وتوفير كافة طلباتهم أثناء التمرين. انطلاقه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي بنتمنى لها طبعا التوفيق النهارده، حضور الجماهير واصرارنا ان احنا نلعب في استاد القاهره، دي من الايجابيات لمجلس اداره النادي الاهلي ان ده حق اصيل حسن بيه ان احنا يبقى ملعبنا هو استاد القاهره. ان شاء الله تبقى بدايه موفقه نستلمها المشوار الافريقي في وجود جمهور. وطبعا الرقم 5000 ده رقم ممكن يكون قليل شويه، ولكن هي تجربه نتمنى لها النجاح ان شاء الله، وهتنجح ان شاء الله، والنادي الاهلي يستمر في اداء مبارياته في القاهره على ملعب الاستاد، وان شاء الله ال 5000 يزيدوا يوصلوا ل 100000 واكثر ان شاء الله، ونرجع تاني ايام الاستاد ايام ما كان بيحضر في الماتشات النادي الاهلي ال 100000 و 120000. وان شاء الله باذن الجمهور بتاعنا جمهور ملتزم، جمهور واعي، جمهور بيعرف مصلحه النادي فين، مصلحه البلد فين. فان شاء الله باذن الله بنتمنى المباراه تخرج على بر في الامان ان شاء الله، ويكون الفوز حليف فرقتنا باذن الله، والجمهور يكون هو اللاعب رقم واحد بالاضافه للعيبه بتاعتنا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. شكرا. كل الشكر والتقدير للعميد حسن مسعود طبعا مدير النادي الاهلي فرع مدينه نصر على هذه التصريحات. استعدادات على قدم وساق للنادي الاهلي وهنا في استاد القاهره، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله تكون مباراه ممتعه ويحصد النادي الاهلي نقاط هذه المباراه. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليل. شكرا ليك يا كريم. زي ما حضراتكم سامعين واحنا طبعا سامعين وشايفين جمهور ثالثه شمال بيقول افريقيا يا اهلي والتاسعه يا اهلي. قلت لحضراتكم هي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي والبطوله اللي الجمهور بيعشقها، الاميره الافريقيه اللي بتودينا كاس العالم للانديه والحلم الاهلاوي اللي دايما بيطالبوا بيه النادي الاهلي وهو البطوله الافريقيه. كابتن حسام بدري مخبي ايه النهارده لفريق منانا؟ ده السؤال بتاعي للكابتن شريف. مخبي نيرف. حسام مجروح من الفاينل بتاع افريقيا اللي فات. حسام هيحط همه في كل فرقه هيلعب يا رب.
حسام لن يتنازل عن البطوله دي. حلو والله، كنت فاجئتني بالرد بتاعك كابتن شريف. انا ردي كاهلاوي وردي كلاعب كوره قبل كده وردي كارتباطي بحسام وارتباطي باللاعبين كلهم، واحنا كلنا احنا في هم كبير قوي ازاي خسرنا المباراه اللي فاتت او البطوله اللي فاتت. احنا هنحط كل قوتنا في كل فرقه هنلعبها يا رب، وانا بشفق على اي فرقه هتلاعبنا الحقيقه، لان الاحساس اللي عند اللاعبين والمجموعه المتميزه اللي هي موجوده عندنا في النادي دلوقتي واحنا موفقين الحمد لله في اذا كان مجلس اداره اذا كان اجهزه فنيه اذا كان كله بتاع كوره، مش شايف فيه اي حد بيلعب غير على النجاح، ما عندناش اي تجاوز في اي حاجه الحمد لله غير الالتزام، غير ان كل واحد اللي ليه واللي عليه بيعمله. فانت سؤالك ليا سؤال ان النهارده لازم اروح الماتش الجاي وهو لا يلزمني باي شيء، لان انت هتقابل مباراه هناك صعبه جدا على ارضيه صعبه جدا، احنا شفنا بطوله افريقيا كانت عامله ازاي زي ما نوينا كابتن شريف، ممكن يقابلك في ملعب ضيق ملعب ياخدك بقى ارهاق هناك، لازم يعني ان شاء الله النهارده حاجتين خشش فيها جوال خالص ونطلع بنتيجه مش اقل من ثلاثه، اللي ما كانش لو جبنا جون في الاول يمكن الفرقه دي تطلع فيك يعني ما عندهاش كوره جامده قوي نقدر نطلع نعدي زي ما كسبنا الاتحاد الليبي 7 قبل كده. فالحاجات دي هي ده الهم والنرف والتركيز اللي انا في اول يوم بقول كلمتي في بطوله افريقيا للفرق كلها، ان احنا السنه اللي فاتت زي ما انت قلت في اول الاستوديو احنا اتظلمنا اكيد الحقيقه، اتظلمنا من الاصابات كان بفعل فاعل، اتظلمنا من الايقافات، اتظلمنا من الحكام، استكتروا علينا الكفاءه والمبادئ اللي احنا بنلعب بيها دايما، فان شاء الله راح يكون ربنا يوفقنا ويوفق حسام وفرقته باذن الله. طيب تمام، نروح لكريم احمد مره ثانيه معاه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اتفضل يا كريم. تحياتي ليك من جديد يا كابتن ميدو وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، الاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه كمان اللي هكون متواجده فيها الجابون، برحب بيك في البدايه وموفقين ان شاء الله، اخد منك كلمات لهذه المباراه والحضور ولعبنا في استاد القاهره، شايف الانطلاقه الافريقيه ازاي طارق بالنسبه لنا؟ تحياتي الاول للجماهير والقائمين في الاستاديو، حاجه جميله طبعا ان احنا بنلعب في استاد القاهره وموجود في جمهور وان شاء الله يبقى اكتر من كده، واضح الدنيا الحمد لله امنه والجمهور مبسوط جدا، والكوره في مصر هي جمهور وبتنعكس على كل اوجه الانشطه في مصر، سياحه اقتصاد على كل حاجه، فحاجه جميله الحمد لله وربنا يوفقنا في الماتش. النادي الاهلي بياخد خطوات ثابته للامام اداء ونتيجه مع كابتن حسام البدري في بطوله الدوري ان شاء الله ينعكس علينا في مباريات الافريقيه، بتشوف الانطلاقه النهارده ازاي ومطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ يعني لعيبه النادي الاهلي عندها وعي كبير جدا، لكن مطلوب منهم ايه في الانطلاقه ده يا كابتن طارق؟ هو احنا كمجلس اداره عندنا يقين ان في اداره فنيه واداره كرويه للكره في النادي الاهلي الحمد لله على اعلى مستوى، بيقوم بواجباتهم وهم بيباشروا ويواجهوا اللعيبه، فلا اقدر اقول ان هم ماشيين على التراك الصح يعني، فان شاء الله ربنا يوفقهم اكتر واكتر. عارف ان من منذ التكليف بالبعثه في يمكن ترتيبات مع السفاره وحضرتك في تواصل تام هناك، اخر الترتيبات والتدريبات هناك تبقى عامله ازاي؟ وحطينا في اجواء السفر للجابون يا كابتن طارق. على اتصال على طول مع السفير احمد بكر سفيرنا هناك وهو نشط جدا، وعلى اتصال بالبعثه هنا في مصر، قابلت البعثه بعثه الفريق نفسها الجابوني وحضرت جزء من التدريب، والحمد لله الناس مستريحين لكل نواحي الاقامه ونواحي التدريب وما فيش اي مشاكل عندهم، وحاسين بالعكس الناس قعدوا يشكروا جامد قوي، حاسين ان هم في ضيافه مصر وفي ضيافه النادي الاهلي وعارفين قدر النادي الاهلي، وان شاء الله تبقى رحله موفقه لينا كلنا ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه المتجهه الى الجابون، بنتمنى كل التوفيق كالعاده ومن جديد للنادي الاهلي في اولى مبارياته هنا في استاد القاهره ثم مباراه الجابون. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا ليك يا كريم، شكرا للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد كلام مهم جدا. هسال الكابتن احمد كشري، الكابتن شريف عبد المنعم قال ان المعنويات والدوافع للكابتن حسام البدري هتهز اي فريق هيلاعب النادي الاهلي، اشوف الكابتن احمد كشري هيقول ايه كفنيات مخبيها كابتن حسام بدري، لكن نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول.
مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، برحب بك في البدايه. زي ما بنقول موفقين النهارده ان شاء الله تكون نتيجه كسبنا اداء ونتيجه، لكن امور كثيره جدا، ترتيبات كثيره، استاد القاهره وحضورنا منذ فتره طويله وحضور الجماهير رغم القله الصغيره جدا اللي احنا كنا بنتمنى تبقى اكتر من كده. انا عارف ان كان في محاولات كبيره من سياده العميد محمد مرجان، لكن قول لي حطينا في الاجواء عامله ازاي يا محمد؟ هو انا بس قبل ما اتكلم على دلوقتي اللحظه اللي احنا فيها، انا هتكلم على الافتتاح الحمد لله اللي يعني بقول يليق بالنادي الاهلي اللي كان مشرف عليه رئيس اللجنه المنظمه الاستاذ محمد الجرحي، ومتهيألي لو كابتن ميدو في الاستاد الناس شافته على الهواء بشكل كويس. جينا خلصنا الافتتاح، احنا جينا على هنا يعني انا عايز اقول ما شاء الله الجمهور في التزام، في تعاون كويس جدا مع الامن. احنا يعني يمكن صممنا ان احنا نلعب في استاد القاهره لانه حقق اصيل لينا استاد القاهره، ده ملعبنا. التخوفات كلها انا متهيألي دلوقتي ما بقاش في تخوفات، ان شاء الله اليوم يعدي على خير. اتمنى الخطوه اللي جايه زي ما الناس بتلتزم، زي ما احنا نسمح لهم بعدد زياده، لان زي ما انتم شايفين يعني الناس كتير جدا نفسها تيجي تتفرج على ماتش النادي الاهلي في استاد القاهره. عايز بقى اشيل حته الخوف اللي موجوده، احنا اهم حاجه الجمهور بيفهم، نبدا نديله وعي ازاي بنحافظ على سلامته، وفي نفس الوقت ازاي يتعاون مع الامن، وفي نفس الوقت النادي بيتحمل مسؤوليته مع الامن مع الاتحاد عشان خاطر المنظومه تستمر بالشكل اللي احنا عايزينه باذن الله ان شاء الله. لو بتكلم كلمات للجمهور ولاعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه، شايف الانطلاقه بالنسبه للنادي الاهلي ايه، ورسالتك ايه لكل الجمهور اللي حاضر النهارده يا محمد بيه؟ والله ربنا يتمم بخير. احنا شايفين الفتره اللي فاتت، مش انا يعني انا اساسا مش كوره، انا راجل لعيب ووتر بول واللعبه الاولى عندي الووتر بول، ولكن النهارده احنا بنساند النادي الاهلي في كره القدم انه حلمنا عوده افريقيا تاني ان شاء الله، والحفاظ على اكثر تتويجا في العالم ان شاء الله باذن الله. فنتمنى البدايه بتاعتنا تكون بدايه موفقه، وانا شايف الحمد لله يعني انا بصراحه جيت لان متفائل جدا الحمد لله رب العالمين. بشكر طبعا الناس على المجهود اللي عاملينه، بس عايزين نشكر بعد ما ننهي بقى، مش عايز اسبق احداث يعني، تعدي على خير ان شاء الله باذن الله. وهنتمنى الفوز للنادي الاهلي، اتمنى للجماهير يفضلوا مكملين بالمظهر الحضاري اللي احنا فيه، نفصل السياسه عن الرياضه، هتافاتنا بتشجع النادي الاهلي فقط لا غير، مالناش دعوه باي حد، مالناش دعوه بمنافس. لو سمحت انت حتى لو عايز توجه نقد وجهه لينا احنا هنستحمل، لكن النادي الاهلي كبير، احنا عايزين نخش في حته ثانيه خالص مختلفه، عايزين نبقى زي العالميه. اي حد بيعترض على فريقه، مالناش دعوه بحد، لك مطلق الحريه في تشجيع، لك مطلق الحريه اللي انت تساند فريقك، ولكن بعد اذن حضرتك في قيود معينه، ومش عيب في اي حته في العالم، هناك قانون كلنا بنحترمه. فان شاء الله باذن الله لو احنا استمرنا بالشكل ده انا متوقع يبقى في طفره كويسه جدا، وباذن الله لما حلم النادي الاهلي يتحقق في استاد النادي الاهلي انا متاكد برضو ان احنا هنبقى يعني النادي الاهلي رائد في كل حاجه، هيبقى اول نادي اهلي المدرجات تخش وتخرج قبل الماتش بربع ساعه، وبعد الماتش بخمس دقايق ان شاء الله يكون خلص. فاحنا بندرب جماهيرنا دلوقتي، وبندرب نفسنا، وبندرب اللجنه المنظمه ازاي النادي الاهلي يبقى في العالميه اللي احنا بنحبه ان شاء الله. الله يخليك، شكرا. كل الشكر وتقدير العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي على هذه التصريحات. مستمرين معاك يا كابتن ميدو كل مشاهدي قناه الاهلي، لكن عوده للاستوديو التحليلي وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا ليك يا كريم، شكرا للعميد محمد مرجان. بيعجبني قوي الراجل ده بصراحه يا جماعه، راجل محترم وعارف هو بيقول ايه، وكلامه مرتب وكلامه في الهدف وصريح جدا، والصراحه ما بتزعلش. هو قال الجماهير على التزامات زي ما الناس اللي بتحدد عدد الجماهير على التزامات، طالما شايفين الجمهور محترم، دي خلاصه كلامه يعني، جمهور محترم وجمهور ملتزم، جمهور عرف يعني ايه قيمه تواجده في الملعب، والفرقه عرفت يعني ايه تواجد الجمهور في الملعب، بقى لازم نسمح لعدد اكبر ان شاء الله، نشوف عدد اكبر في المرات المقبله. قبل الفاصل كنت بسال الكابتن احمد كشري عن رؤيته الفنيه، والكابتن حسام البدري فنيا غير معنويا بقى وحماس مخبي ايه، او ممكن يقابل فريق منانا باي طريقه وباي شكل. اه طبعا يعني يمكن احنا اتكلمنا في سالتني قبل الفاصل على يعني البطوله دي بالنسبه لكابتن حسام برضو تمثل ايه. طبعا بطولة افريقيا يعني مع احترامي للدوري المصري، النادي الاهلي فارق جدا في الدوري المصري عن كل الفرق، واحنا كلنا شايفين الفتره الاخيره النادي الاهلي في مكان، والفرق الدوري خلاص في الجزيره. فالنهارده البطوله الافريقيه مقياس حقيقي لمستوى الفريق، ترمومتر. اه طبعا بالزبط. بتقابل فرق كبيره، فرق مختلفه، اساليب مختلفه من الكوره، زائد ان بطوله افريقيا بتوصلك لحاجات ابعد كتير جدا، اللي هي بطوله كاس العالم للانديه، بتفرق مع النادي تاريخيا في على مستوى الدولي. طبعا نادي الكابتن حسام البدري المباراه دي هو عامل توازن، ولكن يعني النهارده التغيير في التشكيل، حته الدفع بمروان محسن مع وليد ازارو، كنا الاول كان بيلعب وليد سليمان في اتجاه ناحيه اليمين، وبيلعب اجاي وبيلعب وليد ازارو. طبعا هو النهارده بيبدا بالاثنين مروان محسن ووليد ازارو. الطريقه دي لازم عشان تنجح لازم يبقى فيه
نواحي دفاعيه عاليه جدا، ينزل وليد ازار وينزل اجاي مع عبد الله السعيد مع زي ما قال الكابتن شريف حسام عاشور والسلالم كبير جدا في نجاح عبد الله السعيد مع ازار ومع جونيور اجاي مع مروان محسن. بالظبط الحته الدفاعيه مهمه جدا، نص ملعب النادي الاهلي النهارده هو اللي هيسيطر على المباراه وهو اللي ممكن يكون الترمومتر المباراه. تمام. مع تركيز سعد سمير وايمن اشرف مع انطلاقات علي معلول من ناحيه الشمال، لان علي معلول بيمتاز في النواحي الهجوميه اكتر كمان من النواحي الدفاعيه. فاعتقد ان النهارده هياخد الحلول دي، واعتقد ان احمد فتحي النهارده هيبقى عايز يقول حاجه. ويمكن انت كنت بتتكلم معاه قبل الفاصل بتقول لي تتوقع ان احمد فتحي ممكن يسجل، اتوقع النهارده ان شاء الله احمد فتحي يعمل مباراه كبيره. فالمباراه النهارده انا حاسس انه هيجيب جون وانا حاسس انه هيعمل مباراه كبيره ان شاء الله. وعبد الله، فانا بقول لك النهارده المباراه نص ملعب النادي الاهلي هو اللي هيتحكم في الريتم، او هو هيبقى كلمه السر نص ملعب النادي الاهلي. لو حصل تمركز وعملوا اللعيبه وليد ازار واجي عمل الناحيه الدفاعيه مع عبد الله مع الاثنين ديفندر اللي هو سليه وعاشور، اعتقد مش هيبقى فيه خطوره على النادي الاهلي. وطبعا الاستحواذ اهم حاجه للنادي الاهلي في المباراه الافريقيه. وبصراحه من اهم الاضافات اللي ضافها الكابتن حسام بدر، اضاف كتير بصراحه، كان من اهم الاضافات من وجهه نظري انا هو التزام اللعيبه كلهم بالحاله الدفاعيه بما فيهم جونيور اجاي وليد ازارو، كان وليد سليمان اسلام كان مين كله بينزل تحت الكوره، ودي حاجه بصراحه هي دي ميزه النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيضغط على الكوره في اقرب مكان من 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 قطع الكوره، ودي ميزه، هي دي اللي هتخلي النادي الاهلي يتفوق على الفرق خاصة الفرق الأفريقية اللي ما شافتش النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في مستوى مست النادي الأهلي في الضغط في نص الملعب والاستحواذ في وسط الملعب. تمام. في الفاصل الكابتن شريف عبد المنعم قال نفسي أشوف 11 أحمد فتحي في الملعب بما فيهم الشناوي. لا مش هنشوف الشناوي طيب. خالص قول لي مش هنشوف الشناوي خالص النهارده. قول لي ليه يا كابتن؟ مع إن روح عالي يعني الماتش ده ريفنج زي ما أنا قلت لك للبطولة اللي فاتت كلها. مفيش البداية لازم تبقى بداية قوية جدا. البداية لازم تبقى حماسية جدا. النهاردة أنا مثلا براهن على مروان محسن إنه هيحاول يسدد كتير قوي من خارج ال 18، لأن أصحاب ال 1 2 والباص والنغمات اللي هي الجمل اللي إحنا بنعملها من على الأطراف اللي هو معلول وأجاييه وعبد الله السعيد موجودين أصحابها. إذا أنا النهاردة لازم يبقى لي دور وفكر تاني معين، أنا بتصيد أي حاجة بتقف قدامي إن أنا أقدر أبعتها، وهو من الناس اللي بتشوط كويس جدا ويقدروا يختبروا الراجل حارس المرمى بتاع مولانا ده النهاردة، يشوف إيه شكله، إيه الدنيا هتمشي إزاي. فأنا شايف حتى في التدريب في التسخين العام يعني إن هم بيسددوا كلهم، فلازم وأنت بتقول أحمد فتحي هنراه النهاردة إن أحمد فتحي هيحاول يخش ويقطم من جوه ويصوب ويشوف الدنيا هتمشي فيها إيه. أنت قلت كده بعد ما شفت فريق مولانا بيسخن؟ انا 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 بشوفهم في التمرين. تمام. انا بشوفهم هناك في احساسي لما بشوفهم بيتمرنوا حتى الضربات الثابته، يعني الماتش اللي قبل اللي فات وليد سليمان لما حط الكوره ضربه ثابته كان متمرن عليها في المباراه اللي قبلها. فهي اي امتيازات بتحصل في الملعب الحقيقه بتبقى من خلال التدريبات. التدريبات دي هو اول عنصر بيخليك تقدر تشوف نفسك وتقدر تجرب نفسك، طول ما انت لياقتك البدنيه وحالتك الصحيه موجوده في الملعب انت عندك فكر وعندك تالنت وعندك كل حاجه تقدر تبسطه على الملعب، وخاصه في فرق هي ما تقدرش تترجم وهي جايه لك بتقول ايه انا بلعب قدام فريق كبير يعني يعني متاخده انما انا خاف منهم في حاجه ان هم هيلعبوا في استمتاع. يعني هيقدروا يطلعوا الكره اللي عندهم في سهوله، مش مطلوب منهم اكتر من ان هم يخرجوا باقل خساره. فانا النهارده احمد فتحي كله بنفس النرف، مش عايز غير تقارب الخطوط لانتشار الصح في الملعب يخليك انت اول 20 دقيقه تخلص الماتش يا ميدو وتبتدي تلعب بقى. كده بتتكلم في ايه اللي المفروض يعمله النادي الاهلي عشان يكسب هذه المباراه باريحيه؟ ضغط ال 20 دقيقه دول، الانتشار الجيد في الخطوط كلها متقاربه مع بعض، وعدم السرحان. يعني ما ابصش الاقي يمكن فرقه ضعيفه مثلا بلعبها او فرقه مش موجوده او فلاقي ايمن اشرف بيحاول يعمل هجمه عنتريه وسايب متكل ان سوليه هو اللي هيغطيني وانا رايح. اللي في حاله بقى اضطر ان هو الراجل لازم يطلع من ناحيه الشمال ويعوض علي معلول اللي هو ما طلعش في الهجمه دي ويكمل ومعلول يخش يضم جوه، بتبقى حاجه تحرريه فنيه بتبقى موجوده جوه الملعب. انما انا كل اللي انا محتاجه ارهاق الفريق المنافس من قدامه لانه مش عارف يمسك عليك الكوره اللي هي ال 20 30 باصه اللي عودونا عليها في المباريات اللي فاتت. تمام. فريق سيدات نادي الاهلي للكره الطايره في بدايه مشواره الافريقي كسب الشوط الاول 25-7، ان شاء الله يفرحونا في التتويج بهذه البطوله. اكيد طبعا كل البطولات بتفرح جماهير النادي الاهلي. قبل ما اروح لكابتن كشري اشوف محمد سعيد من ارض الملعب معايا. محمد سعيد اتفضل.
شكرا ليك كابتن ميدو، بنتجدد اللقاء هنا من ملعب استاد القاهره الدولي، وقبل لحظات قليله من انطلاق مباراه الاهلي ومنانا الجابوني. يسعدني ان يكون معي افضل جمهور هو جمهور النادي الاهلي، لكن ذو الاحتياجات الخاصه متواجدين داخل استاد القاهره وحريصين على التواجد، وبالتاكيد ده بيتم التنسيق من خلال اداره المباريات واداره النادي للحضور. اولا انا سعيد بوجودي معاكم، وسعيد ان انتم موجودين وبتحضروا دايما كل مباريات الاهلي، لكن عايز اعرف يعني انطباعك وحرصك على التواجد في مباريات الاهلي النهارده، وايه الكلمه اللي تحب تقولها في اللحظات دي؟ احنا جايين نساند النادي الاهلي، ويعني الاعاقه مش هتقنع ان احنا نيجي نشجع النادي الاهلي، واحنا وراه في كل حته، مش هنا بس، في كل حته في جمهوريه مصر العربيه، واحنا بنبقى سعداء ان احنا بنشجع النادي الاهلي. برضو اخد راي تاني كابتن ميدو، ان هم يعني دورهم مهم جدا في حضورهم النهارده زي الجمهور اللي موجود في المدرجات. انا عايز اعرف فرحتك وانت مبسوط انك موجود النهارده في الملعب بتشجع الاهلي؟ انا اساسا من عشاق النادي الاهلي، وسافرت اسكندريه وجيت هنا اكتر من مره، يعني انا من عشاق النادي الاهلي واروح في اي حته، وعندي استعداد اروح في اي حته عشان اشجع النادي الاهلي. مبسوط جدا جدا، وانا مبسوط جدا ان انا موجود النهارده هنا عشان اشجع النادي الاهلي. طيب برضه راي اخر اتعرف عليك، انت معاك علم الاهلي، اسمك ايه؟ انا اسمي خالد سعيد. ودو ايه الكلمه اللي تحب تقولها في اللحظات دي؟ النادي احنا وناخد بطوله افريقيا السنه دي، اتمنى من الله ناخد بطوله افريقيا السنه دي، اربع سنين ما خدناش، اتمنى ناخدها السنه دي، بس اتمنى اي ياخد اي فريق يقابل اي فريق هنا، اتمنى يعني يعمل معانا. شكرا شكرا جزيلا. يعني كابتن ميدو الفكره في حد ذاتها جمهور موجود داخل استاد القاهره ذو الاحتياجات الخاصه دي حاجه مهمه جدا، ونتمنى يا رب ان شاء الله لفرقه الاهلي تسعدهم النهارده بالفوز على منال الجابوني. اليك الكلمه كابتن ميدو. محمد سعيد، دي احلى لقاءات اتعملت النهارده، يعني المعاق معاق فكريا وثقافيا وليس في اعاقه في الجسد على الاطلاق. يعني اروح للكابتن كشري، ايه اللي مخوفك النهارده؟ لا انا اللي ممكن يقلقني او يخوفني ان النادي الاهلي ما يديش اهتمام للفريق اللي قدامه، احنا دي مش عاده النادي الاهلي، يعني اهم حاجه ان انت تدي الفريق اللي قدامك اهتمام حتى لو هو فريق قليل، لان الفرق القليله دي احيانا عشوائيتها بتتعب الفرق الكبيره المنظمه. فالنادي الاهلي اعتقد ان هو اهتم، خاصه ان احنا في بدايه البطوله، بطوله عايز يكمل ان شاء الله ونحصل عليها. اتمنى بس تركيز من المدافعين، علي معلول في الارتداد الناحيه الشمال، ايمن اشرف وسعد سمير، تركيز جدا على المهاجمين، لان هم زي ما انا قلت بيلعبوا كور ثابته وكور عرضيه كتير، يبقى احنا نتمركز في الكور الثابته، نمسك بسرعه في الكور الثابته. الحته بقى اللي هي زي ما بنقول الهجوميه، احنا ازاي نقدر نوصل للمرمى او ايه اللي يخلينا نقدر نجيب هدف. اول حاجه اللي زي ما بقول لك حارس المرمى لازم نعمل فولو مروان محسن وازارو، واشتغلوا على المتابعه. تحرك وليد ازارو من العمق مع من تحت مع مروان محسن مع اجاييه هيفرق كتير. الشوتنج من عبد الله السعيد، من احمد فتحي، من مروان محسن، من ممكن ازارو او سوليه، كل دي عوامل حلول طبعا. تاني حاجة برضو ان احنا نحاول ان احنا ناخد فاولات على ال 18، دي حلول لازم اكيد الكابتن حسام بيقول لهم احنا نحاول نقرب، نشتغل على الكور الثابتة دي، قرب المسافات اللعيبة وبين بعضهم، لان الشكل كده لو النادي الاهلي باذن الله راكب المباراة ونتوقع هيبقى حسام عاشور هيثبت والسولية هيكمل جنب عبد الله، هيسند عبد الله، يبقى السبورت للتلاتة اللي قدامه اجاييه وليد ازار وعبد الله، يبقى احنا كده لنا تواجد كبير جدا في النواحي الهجوميه. فان شاء الله توقعاتك الشوط الاول ان شاء الله النادي الاهلي 2-0 باذن الله يا رب. كابتن شريف الكام هو؟ اوعى تقول 3-0. هو الكام؟ قال 2 7 ان شاء الله. لا بتكلم بجد؟ ما بغيرش. لو 7 انا هعمل لك اللي انت عايزه. 3 ان شاء الله. يعني يا رب ان شاء الله حتى يبقى 50 ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. هنروح لفاصل ومنه هنروح للمباراه مع المعلقين المميزين جدا جدا، الكباتن كابتن اشرف محمود على القناه الصوتيه الاولى النادي الاهلي، والكابتن حازم الكديك على القناه الصوتيه الثانيه. دايما قولوا يا رب من جوه القلب، روحوا شوفوا الشوط الاول وادعوا ان شاء الله ينصر الابطال، ونرجع لحضراتكم على طول.